مشاهدي فضائية نور سات وتلفزيون تيليرمير، نحييكم في كل مكان عبر لقائنا الأردني الأسبوعي ونستهله بأبرز العناوين. مطران مدينة لورد الفرنسية يزور الأردن. تخريج الفوج الثاني لطلبة الدراسات اللاهوتية من جامعة بيت لحم. شبيبة وكشافة مطرانية أم الصماق يحتفلون بعامهم العاشر. وفيها أيضاً الكنيسة الأرثوذكسية تمنح مديرة مكتب نورسات في الأردن الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس. أهلاً بكم. تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في شهر أيلول من كل عام بعيد ميلاد والدة الإله الكلية القداسة، حيث احتفل أبناء الرعية في كنيسة والدة الإله للروم الأرثوذكس في منطقة جبل التاج بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان وتوابعها، بمعاونة الأب ثيودوريوس حداد راعي الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة، وبمشاركة شبيبة وجوقة الكنيسة وجموع المؤمنين. وتحدث سيادته في عظته عن قدسية هذا اليوم الذي ولدت فيه السيدة العذراء، والتي من خلالها تمت البشارة لخلاص البشرية، داعياً الجميع من أجل الصلاة لسلام وخير نفوس البشرية جمعاء. منعيش الحدث، ونحن اليوم منعيش ميلاد أمنا الفائقة القداسة اللي أجت من خلالها البشارة والفرح لكل العالم بتجسد الإله الكلمة. فرح كبير اليوم في قلوبنا وفي نفوسنا وفي كنيستنا وفي العالم أجمع، لأنه أمنا الفائقة القداسة اليوم بتنولد حتى تجيب لنا المسيح الرب والمخلص. اليوم القديسين الأجداد يؤاكيم وحنة والديها بصير عندهم فرح، لأنه أخيرا يلد ابنة قديسة هي والدة الإله. اليوم فرح بيكون في السماء مع الأرض، لأنه حتى الملائكة اليوم بتمجد ربنا لأنها بتشوف ولادة أمنا الفائقة القداسة والدة الإله. وألقى الأب حداد كلمة ترحيبية بسيادة المطران، شاكراً له مشاركته أبناء الرعية هذه الاحتفالية وترأسه لأول قداس له بعد تسلمه العصا الرعائية، متمنياً لسيادته فيضاً من البركات السماوية وأن يمده الله بالمعونة والحكمة، مقدماً بعدها قدسه هدية تذكارية لسيادته كعربوني محبة وامتنان. وأقيم في ختام القداس زياح لأيقونة والدة الإله، حيث سار الموكب في دورة حول الكنيسة بمشاركة معزوفات مجموعة كشافة القديس نيقولاوس وجموع المؤمنين. وفي الختام التأم الجميع في قاعة الكنيسة بلقاء محبة مع سيادته والأباء الكهنة. أقيمت في كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان مراسم تخريج الفوج الثاني من طلبة دراسة اللاهوت، هذا البرنامج الذي تقدمه جامعة بيت لحم بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي، حيث تسلم الطلبة الخريجون خلال القداس الإلهي شهاداتهم التي تؤهلهم ليكونوا معلمي التربية المسيحية في المدارس. إلى المزيد. دعوتني إليك أتيت، هديتني الطريق مشيت. تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، احتفلت جامعة بيت لحم بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي في عمان بتخريج الفوج الثاني من طلبة الدراسات اللاهوتية والبالغ عددهم 15 فردا.
حيث أقيم في كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران الشوملي بمشاركة مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين والجليل الأب إياد طوال والأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن ومكتب التعليم المسيحي والأب رشيد مستريح الأمين العام للمؤسسات الكاثوليكية التربوية في الأردن والأب جهاد عماري مدير عام مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك وبحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع من المؤمنين. وتحدث المطران الشوملي في عظة القداس للطلبة الخريجين قائلا: نحن من خلال علم اللاهوت نتعمق في شخصية معلمنا السيد المسيح، فاللاهوت أيضا هو تلمذة للمسيح وهو أيضا رسالة ننقلها للأجيال القادمة. تخرجكم اليوم يتزامن مع القديس متى الرسول. لنبدأ بمثال متى. متى قبل أن يكون إنجيلياً ومعلماً كان تلميذاً. التتلمذ للمسيح هو شرف عظيم. أن نتعلم اللاهوت هو شرف عظيم. أن نتعلم اللاهوت هو تتلمذ للمسيح، لأننا من خلال علم اللاهوت نحن نتعمق في شخصية هذا المعلم الفذ الذي لا يعادله أي معلم من المعلمين الكثيرين الذين علموا على هذه الأرض. وألقت الأخت ماتيلدا السمردلي إحدى الملتحقات بدراسة اللاهوت كلمة بالنيابة عن الطلبة الخريجين جاء فيها: إننا اليوم نحتفل بإكمالنا وسعينا الدؤوب خلال السنتين الماضيتين لدراسة اللاهوت، تزودنا خلالها بكلمة الله الحية على يد أساتذة قديرين علمانيين وإكليروس أكرمهم الروح القدس بفيض من علم الكتاب، فلم يبخلوا علينا بأية معرفة، شاكرة الجميع على ما قدموه لهم ولجميع الحاضرين. في إنجيل يوحنا الفصل الخامس قال المسيح: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وها نحن قد أكملنا السعي الدؤوب في السنتين الماضيتين وقلبنا صفحات كثيرة ونبشنا بطون كتب عديدة حتى لا نمضي إلى عمواس بطيئي الفهم. ليكن الرب يسوع المسيح معيناً وعاضداً لنا جميعاً ومباركاً لمقاصدنا ومقدساً لها حتى نخوض في جهاد غربتنا الأرضي بلا لوم ولا عثرة، والمجد الدائم للثالوث الأقدس. آمين. وعبر الأب طوال ممثلاً عن جامعة بيت لحم في كلمته عن الرسالة التي يسعى لها هذا البرنامج من خلال دراسة الطلبة للاهوت، مشيراً أن هذا النجاح ما كان ليتم لولا جهودي ودعم الجميع، ممثلاً بالكنيسة المحلية والتعاون مع مكتب التعليم المسيحي. ورأيت فيكم حقيقة طلاباً يبتغون البركة والنعمة أولاً بدراسة اللاهوت والمعلومة الأكاديمية والعلمية، وهذا هو الهدف الذي تؤكده وتريده جامعة بيت لحم تحقيقاً لرسالتها، وهي التنشئة الأكاديمية والعلمية باحتراف، ولكن أيضاً بعيش رسالتنا جميعاً كمسيحيين في هذا الشرق وفي هذه البلاد المقدسة. فهذا البرنامج يعكس ما نرغبه كجامعة بيت لحم في التعاون الوثيق والبناء لما يهدف من مصلحة عليا لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في بلادنا المقدسة. بدنا نشكر جامعة بيت لحم اللي هي القائمة على البرنامج هذا، واللي لولا مساعدتها ولولا تشجيعها لإلنا ما بنعمل هذا المشروع. يعني طبعا المشروع بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي وجامعة بيت لحم، التنين هم اللي بينشحوا هذا المشروع مع بعض، ايد واحدة ما بتزقف لحالها. شكر كثير كبير لكل الخريجين، لنورسات،
اللي بترافقنا دائما باحتفالاتنا. وفي الختام تم منح الشهادات للطلبة الخريجين متبادلين الصور التذكارية مع سيادة المطران والآباء الكهنة، وبعدها التأم الجميع في حفل استقبال متبادلين التهاني مع الطلبة وذويهم. بدعوة من وزارة السياحة والأثار، زار أسقف مدينة لورد الفرنسية المطران نيكولا بغوي المملكة من 17 وحتى 22 من أيلول الحالي، والتقى عدداً من المسؤولين الرسميين ورؤساء الكنائس في الأردن، بالإضافة لزيارته عدداً من مواقع الحج المسيحي. وخلال برنامج الزيارة التقى سيادته عدداً من العاملين في مجال السياحة الدينية في الأردن، منوهاً سيادته خلال اللقاء لعدد من الأمور التي تدعم السياحة المحلية، كما تبادل معهم أهمية مرافقة الحجاج خلال زيارة الأماكن المقدسة ودور المرشد السياحي في هذا الشأن، مقدماً خبرته كأسقف لمدينة لورد والتي تعتبر أكبر مقصد للسياحة الدينية على مستوى العالم، ويزورها سنوياً حوالي 6 ملايين حاج. كما قام المطران نيكولا بغوي بالحج إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، والتقى بمدير هيئة موقع المغطس بالوكالة المهندس رستم مكيجيان، الذي قدم له وللوفد المرافق شرحاً حول المكان وقدسيته والاكتشافات الأثرية فيه، كما منح سيادته من أمام نهر الأردن سر المعمودية المقدسة لأحد أبناء الرعية بمعاونة عدد من الآباء الكهنة. أقامت شبيبة وكشافة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق احتفالاً دينياً بمناسبة العام العاشر على تأسيسهما، حيث أقيم قداس إلهي تبعه احتفال تضمن العديد من الفعاليات. المزيد في التقرير التالي. ترأس المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر أعمال الأردن القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة احتفال كشافة وشبيبة مطرانية القديس جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق بالسنة العاشرة على تأسيسهما. عاونه فيه قدس الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي العام للمطرانية وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة، بمشاركة المنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، وعدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية، والدكتورة باسمة السمعان مديرة عام مكتب فضائية نورسات وجوقة وأخوية الكنيسة وقادة مجموعات كشفية مختلفة. وهنأ المطران جبارة في عظته الأفراد المحتفلين الذين تعيد معهم المطرانية بعشر سنوات لتأسيس الشبيبة والكشافة، متمنين منهم أن يكونوا قد استثمروا هذه الأعوام الماضية في صقل حياتهم الروحية ورفع درجاتهم الإيمانية، مضيفا أن هذه المناسبة هي فرصة لنراجع ذواتنا. للكشافة وللمرشدات والشباب والصبايا، نظر يسوع إليه وأحبه. ليلة أحبتي ما نصدق هذا الشيء، 10 سنين اللي انمضوا بتمنى نكون اكتشفنا بس الشغلة، وإذا اكتشفناها نحن الشباب والصبايا والكشافي والمرشدات إنه يسوع بيحبنا، أخذنا كل شيء، أخذنا الزبدة تبع حياتنا المسيحية، الزبدة تبع علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الكنيسة. وفي ختام القداس تم تجديد الوعد لقادة المجموعة الكشفية ممثلة بالقائد العام طارق مسلم، وتجديد الوعد أيضا لأفراد الشبيبة أمام مذبح الرب،
حيث تم خلاله إعلان مجلس الشبيبة لعام 2018 و2019 ممثلاً بالمنسق العام الآنسة لينا طاشمان وسط فرح وبهجة الحضور. يا يسوع اشفي اشفي نفسي كي أنهض وأقوم مع إخوتي. يا يسوع اشفي اشفي نفسي كي أنهض وأقوم مع إخوتي. فأمجد اسمك كل حين. وفي باحة المطرانية أقيمت فعاليات الاحتفال بذات المناسبة ببركة المطران كير جوزيف جبارة وبرعاية السيد وائل سليمان مدير جمعية الكاريتاس الأردنية بحضور مطارنة وأساقفة وكهنة الكنائس الرسولية ومسؤولين رسميين وأمنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي. وتضمن الاحتفال أيضاً كلمة لراعي الحفل وتقديم المجموعة الكشفية عرضاً لمعزوفاتها الموسيقية التي قدمتها على آلاتها النحاسية الجديدة. بينما قدم أفراد الشبيبة مجموعة من التراتيل الخاصة بهم بالإضافة إلى عرض فيلمين قصيرين للفعاليات المختلفة من الشبيبة والكشافة تناول أبرز نشاطاتهم وإنجازاتهم خلال سنوات التأسيس. الحركة الكشفية هي ليس فقط حركة دينية إنما هي كنسية، إنما هي كمان حركة وطنية. انتمائنا للكشافة بدل على انتمائنا لوطننا. وخلال الاحتفال عرض أيضا فيلم قصير قدم خلاله غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك وعدد من المطارنة وممثلو جمعيات دينية التهنئة للكشافة والشبيبة بهذه المناسبة الخاصة، متمنين لهم مزيداً من العطاء والخدمة المثمرة في حقل الرب. لأنه فعلاً كنت مثال الشباب المواظب الملتزم محب وطنه محب كنيسته بتخدم الكل بكل محبة ومع رسالة نور سات كمان من رسالة المحبة والسلام، والتلاقي تلاقينا في الخدمة والبذل والعطاء. فباختصار بقولكم شكراً لكم ويعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير والمزيد من البذل والعطاء والله معكم. وفي الختام تم تقديم دروع تكريمية للمشاركين والمنظمين لهذا الحفل بالإضافة إلى أفراد المجموعة الكشفية والشبيبة. تكريماً وتقديراً لعطائها المستمر في تغطية مختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية والإعلامية في الأردن ودعمها الموصول للقبر المقدس والكنيسة الأرثوذكسية، منح غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين الدكتورة باسمة السمعان مدير عام مكتب فضائية نورسات في الأردن الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس. وقال غبطته في كلمة موجهة إلى السمعان ألقاها بالنيابة عنه الأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وبحضور سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الكنيسة الأرثوذكسية في عمان وتوابعها. إنه لشرف كبير لنا في هذا اليوم الأغر الذي جئنا فيه من المدينة المقدسة من بطريركية الروم الأرثوذكس أم الكنائس لكي نكرم ابنة عزيزة وغالية بلقب حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس لجهودها الجبارة وعملها الدؤوب وانتمائها الأصيل الصادق للكنيسة والوطن ولفريقها الذي نعتز ونفتخر به. وبارك غبطته هذا الإنجاز قائلاً ما أحلى وأجمل وما أروع عندما يقطف الإنسان ثمرة تعبه وجهوده
لسنوات خلت. ومن جهتها أعربت الدكتورة باسمة السمعان عن بالغ فرحها وشكرها وتقديرها لهذا التكريم الكبير، مؤكدة على استمرارها في خدمة كلمة الله وكنيسته المباركة وشعبها المؤمن ووطنها العزيز الأردن بكل إمكانياتها، داعية أن يحفظ الله غبطته ويمد في عمره. افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المؤتمر الدولي الأسرة والوئام المجتمعي الذي نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني تحت شعار هوية أردنية رؤية عالمية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. جملة من المحاور الأساسية والتحديات التي تواجه مجتمعنا العربي بشكل عام ومجتمعنا الأردني بصورة خاصة، إضافة إلى التعريف بدور المؤسسات القائمة في تعزيز الروابط بين أفراد الأسر، كانت مدار نقاش هام جرى على يومين بين المشاركين في مؤتمر الأسرة والوئام المجتمعي الذي عقد بعمان برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل وبحضور الأب نبيل حداد رئيس مركز التعايش الديني والمطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان وتوابعها والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن والمطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس والمطران منيب يونان مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة والأردن والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من الأردن والدول العربية والأجنبية وجمع كبير من المدعوين. ويهدف المؤتمر الذي جاءت فكرة إعداده منذ سنتين إلى تبادل الخبرات الأردنية والعربية والدولية في مجالات تعزيز تكوين الأسرة والعلاقات الأسرية من خلال أوراق علمية متعددة الرؤى والتطلعات تسلط الضوء على مهام المؤسسات في تعزيز دور الأسرة والقيم والعلاقات الأسرية، الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية البشرية وتطوير المجتمعات. وقال وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل في كلمة الافتتاح إن الأسرة هي أقوى قلعة حصينة تقف في وجه التحديات التي تستهدف مجتمعنا العربي اليوم، مؤكدا أن الأسرة هي ملاذنا وهي التي تشكل اللبنة الأساسية لبناء مجتمعنا ودولتنا الوطنية. أيها الحفل الكريم، إن مما يذكره أهل اللغة أن الأسرة في أجلى معانيها وأوضح صورها تطلق على الدرع الحصينة لتقول لنا إن أقوى قلعة حصينة وآخر قلعة حصينة تقف في وجه الأعاصير المعاصرة التي تستهدف مجتمعنا العربي اليوم إنما تتمثل بهذه الأسرة التي هي ملاذنا وهي التي تشكل اللبنة الأساسية لبناء مجتمعنا ودولتنا الوطنية. فالمجتمع القوي، وأقول إن مجتمعنا الأردني القوي المتماسك إنما هو نتيجة لتماسك أسرتنا لغاية الآن، وأسأل الله أن تبقى متماسكة وقوية بجهودكم وخططكم الناجحة. من جهته قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالوكالة محمد مقدادي إن الحركات المتطرفة والفكر المنحرف والجريمة والعديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبحت تطفو على السطح كالطلاق والعنف الأسري والمجتمعي ما هو إلا دليل على تراجع دور الأسرة في تنشئة أفرادها على حب الفضيلة وكرم الأخلاق واحترام الآخرين. معالي مندوب راعي الحفل، الحضور الكرام، تتعرض أسرنا اليوم لتيار عنيف من التغييرات والتحديثات التي أثرت إيجاباً وفي بعض الأحيان سلباً على قدرة الأسرة لتحقيق الغاية التي قامت لأجلها.
فالحركات المتطرفة والفكر المنحرف والجريمة والعديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبحت تطفو على السطح كالطلاق والعنف الأسري والمجتمعي والفساد ما هي إلا دليل على تراجع دور الأسرة وأهمها دورها في تنشئة أفرادها على حب الفضيلة وكرم الأخلاق والبعد عن الرذيلة واحترام الآخرين وحب النظام ووجوب احترامه وغرس الوازع الديني والوطني في نفوس أفرادها والأمن الفكري ونزع التطرف والانحراف من أفئدتهم. وقال مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد: إننا نطمح أن يؤسس المؤتمر لحلول عملية وعلمية لافتاً إلى أن الوئام المجتمعي لا يمكن تحقيقه دون الوئام داخل الأسرة الواحدة التي تستند في منطقتنا إلى قيمنا الروحية والاجتماعية وموروثنا الثقافي. نحن بدأنا نرى تراجعاً لأهمية الأسرة وتراجعاً في العناية بالأسرة، صرنا نشوف تركيز على الأفراد، حقوق الفرد، حقوق الإنسان، التحدث عن حرية المرأة، المساواة، الطفل، كبار السن، كل هذا مطلوب ومهم ومبارك، ولكن بدأنا ننسى أهمية الأسرة. في الأسرة الطيبة الواحدة التي يسود فيها الحب والفرح والخير والجمال، هذا شيء بالتأكيد يكون أفضل علاج لما نعانيه اليوم من عنف في الأسرة، من عنف في المجتمع، من تطرف، من كراهية، بل من إرهاب. ولاحظ حولنا ستجد بأن من عمل على نفسه وتعب من خلال أسرته يكون عضواً مؤثراً خيراً بانياً في مجتمعه كما هو في أسرته. نحن كمسيحيين نعمل مع إخوتنا المسلمين في مواجهة هذا التحدي الذي نأمل أن في نهاية هذا المؤتمر أن نصل إلى توصيات وإلى مقترحات ستكون إن شاء الله عملية وبناءة. تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، احتفلت حركة العائلة المقدسة في المملكة بإشهار كتاب شهود يهوى هل هم مسيحيون للمؤلف فارس حجازين بالتعاون مع مجموعة أم النعم في مدينة الفحيص. وحضر الاحتفال الذي أقيم في مركز سيدة السلام السفير البابوي لدى الأردن والعراق المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والبطريرك فؤاد طوال وعدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات وجموع من المدعوين. وبعد تقديم باقة من الترانيم الروحية التي أداها عدد من أفراد جوقة ينبوع المحبة، أعرب المطران الشوملي عن غبطته بوجود أفراد علمانيين قادرين على التعبير والتأليف والدفاع عن العقيدة، كما ألقيت عدة كلمات ومداخلات أثنت على هذا العمل المميز. مجموعة العائلة المقدسة اليوم تحتفل بإطلاق كتاب شهود يهوى هل هم مسيحيون، طبعا برعاية المطران ويليام الشوملي وفي حضور الكثير من الشخصيات الرسمية والضيوف ومجموعات العائلة المقدسة في الأردن. الكتاب يتحدث عن دفاعيات عن الإيمان وإجابة على أسئلة يتم طرحها على رعايانا من قبل أتباع شهود يهوى. فيسرنا في هذا المساء أن نقدم هذا الكتاب ونعلن إشهاره للجمهور وللمسيحيين كي يستفيدوا منه ويطلعوا عليه ويكون رديف لهم في أجوبتهم على هذه البدعة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام نذكر بأبرز العناوين. مطران مدينة لورد الفرنسية يزور الأردن. تخريج الفوج الثاني لطلبة الدراسات اللاهوتية من جامعة بيت لحم. شبيبة وكشافة مطرانية أم السماق يحتفلون بعامهم العاشر. العائلة المقدسة تشهر كتابها شهود يهوى هل هم مسيحيون. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com.
طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.